قول ان شاء الله 2.5 مليون ونخلص البيعة. اقل من 4 مليون لا يمكن. طيب نخليهم 3 مليون. انت جاي تفاصل؟ ما عندناش فيلا للبيع. جري يا حاج، انت جاي تهزر وتهرج ولا جاي تبيع وتشتري؟ لا انا جاي اتفرج. انا حلوه حلوه. اقول لكم ايه، انا عجبتني الفيلا. فيلا؟ ايوه عجبتني قوي. وبعدين احنا هيبقى زيتنا في دقنا بقى، ووشكم خير عليا. انتوا شكلكم كده ناويين تطيروا مني البيعه دي. انا حاسه كده انك انت كنت رايح سوق الخضار وجيت هنا بالغلط، صح؟ ايه اللي عرفك يا هانم؟ فعلا انا كان عندي نقله بطاطا. انا عشان حبيتكوا موافق على 4 مليون. 2.5 مليون اهم، والباقي لما نسجل العقد. ما عندناش تقسيط، هتدفع كله كاش وقبل التسجيل. خلاص يا عصمة تعملي معروف، فين العقود يا حاج؟ اتفضلي. انت هتمضي قبل ما تعدي؟ استني يا كريمة، يمكن الفلوس مزورة. لا يا هانم، انت كده بتطعنيني في شرفي. المعلم جلال نخلة مش بتاع الكلام ده ابدا. طب يا معلم نخلة، ايه اللي جابك على هنا؟ كنت طلعت على سوق البلح. لا حلوة حلوة، دماغ خفيفة. حلوين، حبتكم والله، حبتكم كلكم. بقول لحضرتك ايه يا هانم، النسخة دي بتاعتك يا هانم، والنسخة دي بتاعتي. بكرة إن شاء الله عد عليك، نروح الشهر العقاري ونسجله بالإذن. أنا بقى سيب الفلوس. ما شاء الله، أنت لسه صاحية؟ لا حبيتك حبيتها بقول لها. هانت عليك العشرة يا كريمة. بنتي محتاجاني، لازم أقف جنبها. يعني خلاص هتسيبينا؟ كنت بحبك زي بنتي. هتوحشينا قوي، تعودنا عليك. أنا اللي مش قادرة أسيبكم. ماما ماما ماما، رشاد كلمني قال إن هم قبضوا على سرق الفلوس، وهنروح له أنا وجودي النهاردة. Oh!